في المؤتمر الافتراضي التحضير للمؤتمر الذي عقد في القاهره كان في لقاء ايضا من زميلنا هاني النحاس مع سياده النشار دكتور سعيد مرعي رئيس المحكمه الدستوريه العليا ماذا قال في هذا الحوار متابع في البدايه انا باتوجه بالشكر الجزيل لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه على تفضله برعايه هذا المؤتمر تحت رعايته، كون هذا المؤتمر يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي هذا المؤتمر أهمية كبرى ودفعة قوية تؤدي إلى إنجاح هذا المؤتمر، وتؤدي أيضا إلى أن هذا المؤتمر يؤتي بأعظم النتائج وأحسن الثمرات المرجوة منه. وتفضل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاء كلمه بالقاء كلمه الى قضاه ورؤساء المحاكم العليا والدستوريه والمحاكم والمجالس الدستوريه الافريقيه. هذه الكلمه تعتبر تحفيزاً لقضاه للقضاه الافارقه في اداء مهمتهم ورسالتهم في القضاء الدستوري وفي القضاء بصفة عامة، حتى يثمر أو تثمر الأحكام التي يصدرها القضاء الأفارقة في تنمية بلادهم ورفع مستوى معيشتهم وتوضيح الأسس الدستورية والقانونية التي تخطوها الدول الأفريقية في التنمية ورفع مستوى معيشة مواطنيهم، وفي الحقيقة. الكلمة التي تفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلقائها في المؤتمر الافتراضي التحضيري للمؤتمر آه الذي سيعقد هذا العام آه في نهاية يونيو وفي بداية يوليو ان شاء الله. هذه الكلمة تضمنت محاور عدة أبرزها المحور الأول وهو محور آه ما تعرضت به الدول الافريقية من اثار ومن آه واثرت في اقتصاديات هذه الدول من جائحه كورونا كوفيد 19. فهذه الجائحه اثرت على الدول الافريقيه وقد تعرض لها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيان والاشاره بما يؤدي الى تجاوز هذه الاثار السلبيه التي تعرضت لها الدول الافريقيه من هذه الجائحه. المحور الثاني وهو مكافحة الإرهاب. وهنا في هذا المحور أود أن أقف وقفة طويلة إلى حد ما مع المجهود الذي بذله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعا العالم كله في مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب لا وطن له ولا دين له، الإرهاب يسود كل العالم، الارهاب ليس خاصا بدوله معينه او لا يتع... لا تتعرض له دوله واحده، انما الارهاب تعرضت له كل دول العالم. ففخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار الى ضروره ووجه ايضا الى ضروره تكاتف وتعاون جميع الدول في مكافحه الارهاب. وقد قام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجهود كبير والكل يعلمه وكل دول العالم تعلم ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من مكافحه الارهاب في سيناء في سيناء وفي غير سيناء هذا المجهود الذي تفضل به الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه القوات المسلحه وقوات الامن في مصر الى ضروره اتخاذ الاجراءات ال باتره والقاضيه للارهاب التي تقضي على الارهاب وتبتر كل ازرعته وتقضي عليه ادى الى تمهيد الطريق في جمهوريه مصر العربيه للتنميه الشامله ورفعه شان هذا البلد العظيم وقد نالت هذه الكلمه اعجاب القضاه ورؤساء المحاكم الدستوريه والمحاكم العليا الافريقيه فللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مني شخصيا ومن المحكمه الدستوريه العليا باسرها كل التقدير وكل الاحترام والمحكمه الدستوريه العليا تثمن وتقدر مجهود فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ما قام به اولا من تثبيت اركان الدوله ثانيا ما يقوم به وهو مرئي للعيان من تنميه شامله تنميه في البنيه الاساسيه وفي غيرها يستفيد منها المواطن المصري والمواطن المصري الان يشعر بالمجهود الذي بذله فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه من مجهودات حتى يستطيع المواطن المصري ان يحيا حياه طيبه كريمه ويكفي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اول من وجه نظره ومن وجه اهتمامه ومن وجه فكره للريف المصري ورصد له المليارات لتطوير الريف المصري حتى يشعر المواطن في القريه المصريه بقيمته باهميته بدوره في بناء بلده فلم يعد المواطن في الريف المصري وفي القريه المصريه لم يعد مواطنا مواطنا مهمشا وانما اصبح مواطنا له راي وله دور وله قيمه. هل العداله في مصر من خلال لقاءات حضرتك مع رؤساء المحاكم الدستوريه حول العالم هي موضع اتهام حقيقي ام انها مجرد تقارير من بعض المنظمات التي تستهدف الداخل المصري؟ اولا العداله المصريه بشهاده الاخرين عداله متميزه تصل الى كل مواطن مصري. وليس هناك مواطن مصري يشكو من العداله الا بطء الاجراءات وبطء الاجراءات هذه نما هو من كثره القضايا اما العداله المصريه في ذاتها فهي بخير ومصر من يتهمها او يتهم عدالتها فهو مغرض لا يعرف ان مصر دوله ضاربة جذورها في التاريخ. ومصر هي اول دولة في العالم عرفت العدالة وطبقت العدالة وعرفت تنظيم العدالة تنظيما مقننا. والعدالة في مصر ليست متهمة. انما من يتهمها فهو متجن على مصر. اولا الشعب المصري والقضاء المصري يصل الى كل ربع مصر العداله في ربوع مصر كلها في اقاليمها في مدنها في حضرها في قراها العداله المصريه سائده ولا صحه لما يتجنى على مصر مصر من اوائل الدول او اول الدول التي عرفت عرفت القضاء تنظيما وعرفت القضاء حكما وعرفت العداله ونشرت العداله في في ربوعها فاستفاد منها المواطن المصري ايا ما كان موقعه هذا من ناحيه من ناحيه اخرى لم تعد العداله مقصوره في تحقيقها على الرجال لما شاركت المراه المصريه سواء في القضاء العادي أو في الهيئات القضائية الأخرى في تحقيق العدالة بين المواطنين. وكان آخر قرار أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعيين قاضية في المحكمة الدستورية العليا المصرية. هذه القاضية تجلس الآن معنا على منصة القضاء الدستوري المصري وفي وتجلس معنا في مداوله المحكمه الدستوريه العليا تبدي رايها بكل حريه وبكل تقدير ولها كل التحيه وكل التقدير من قضاه المحكمه الدستوريه العليا من يتهم العداله المصريه ينظر الى بلده هو اولا ولا يتجنى على مصر مصر العداله المصريه من تعم ربوع مصر كلها ولا فرق بين مواطن واخر في تحقيق العداله بين المواطنين من المحاكم والقضاء المصري شكرًا فندم سؤالي الأخير طبعًا ما ينفعش نكون بنتحدث ونجري هذا الحوار من المحكمة الدستورية العليا ولا نعيد للذاكرة المشهد عندما وقف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا قبل سنوات ليؤدي اليمين الدستورية أمام الهيئة الموقرة للمحكمة الدستورية وأمام الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مخلص لهذا البلد رأيناه يحقق لمصر ما لم يتم تحقيقه في السنوات السابقه. فالرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن بحاجة إلى أن يقسم القسم ليبر ببلده مصر. فهو بار بمصر قبل أن يكون رئيسا للجمهورية. فهو كان وزيرا للدفاع. وكانت مصر في قلبه. وكانت مصر في عقله. وكانت مصر في كل وجدانه. فهو ابن بار لمصر وما اداه من يمين لم يكن الا تاكيدا لطبيعه وفكر ومجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي دعني ان اطلق من خلال قناتكم الكبيره ما رايته وما شاهدته من مجهود لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنميه مصر في احداث نهضه كبيره لم تشهدها مصر من قبل ويؤدي هذا الرجل عمله بحب شديد وتقدير شديد لبلده بلده مصر التي حمل روحه على كفه في البدايه لينقذها وانتم تعلمون ينقذها ممن لا أريد الحديث في هذا فالحديث في هذا معروف للجميع الرجل حمل روحه على كفه فداء لمصر لينقذ مصر قبل أن يقسم اليمين لتوليه الرئاسة أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا الرئيس أبر بمصر وهو بار بمصر قبل أن يتولى رئاسة الجمهورية وهو يعلم جيدا ويوقن جيدا انه سوف يتولى مسؤوليه جسيمه وهو قادر عليها وقد اثبت بجداره واثبتت افعاله واثبتت كل قراراته وكل تحركاته انه جدير برئاسه هذا البلد العظيم مصر يحبها الله والرئيس عبد الفتاح السيسي يحبه أيضا الله لأنه ولاه بلد بلدا يحبها الله فإذا كان الله يحب مصر وولع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإجراءات الدستورية وغير بالإجراءات الدستورية اللي ذكرتها فهو يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يحبك يا فخامة الرئيس لأنه ولاك رئاسة بلد يحبها الله. واسمح لي بما شاهدته من مجهود لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على ارض الواقع حبا لمصر واخلاصا لهذا البلد، مجهود يحتاج الى عشرات السنوات لتحقيقه على ارض الواقع. الرجل اخلص لهذا البلد. الرجل بذل مجهودا شاقا لتحقيق تنميه شامله لمصر من خلال ذلك استطيع ان اطلق على الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المخلص عبد الفتاح السيسي